السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيالنا يا هلا ويا مرحبا بكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم عيالنا. كلكم عيالنا، حياكم معانا. انتم كنتم تنتظرون البرنامج واحنا حنيناكم. حطوا بالكم حق كل كلمة نقولها عشان تستفيدون منها. عيالنا، يمكن بتشوفون قدامنا مجموعة من شيء، شنو هذه في ظنكم؟ تفضل. القطن؟ القطن، بالفعل. القطن يستعملون حق شنو يا عبد الله؟ أسنان ثياب وأبنى. ثياب مصنوعة من القطن، وبعد؟ الأولين بعد شو يستخدمونه؟ حتى الحين بعد؟ لا مو زولية. ها الدوشك. الدوشك، وبعد المسند. المسند والفراش. هذه الأشياء أول من يسويها؟ من يعدها؟ هل كانت في مصانع أول؟ لا، كان في واحد يسمونه النداف. شو اسمه؟ النداف. النداف هو اللي يشتغل في الشغلة هذه. يعني يبون له مثلاً قطن، أو يبون له فراش عتيج أو مسند عتيج ولا دوشك عتيج، يقومون يفتحه ويطلع القطن منه، وعنده آلة يستخدمها يخلي القطن ينفش. يعني هالقطن بتلاصق، كل ما قعدوا عليه تسندوا عليه صار لاصق. لو بيسويه ما يصير لين في القعدة، فينفشه القطن وعقب ما مو نفش، يعني ينفش نفش، لا ينفشه، ويقوم عقب ما ينفشه يعبيه في وين؟ في الفراش والله في المسند والله في الدوشك، يحشيه بيسمونه يحشونه، وعقب يخيطه. النداف هذه، تعالوا خلينا نشوف النداف في غناوي ابو تعب. يا حجة كيف اصبحت؟ اني صباح الخير. شو اسمك؟ نعم شو اسمك يا ابو التعب والخير؟ تشوفيني وتعرفين بين القطن مدفون. صدري بلي قلب، عيني بلي عيون. تشوفيني وتعرفين بين القطن مدفون. صدري بلي قلب، عيني بلي عيون. أبغي ما خدت ريش في الحالة سويها. أبغي نسان بيت حتى الزري فيها. أبغي ما خدت ريش في الحالة سويها. أبغي مساند بيت حتى تزري فيها. أبغي نعم دوشك، نعم يبقى ويتحمل. أبغي نعم دوشك، نعم يبقى ويتحمل. الحين بنرجع إلى القصة لليوم عدها لكم. قصة حلوة، حطوا بالكم زين عشان تعرفون المغزى منها. كان فيه ريال بتزوج ومعاه أمه في البيت. الأم دايما هي تكون الأساسية في البيت، عدل، وبتحمل فيها، ودايما تحمل أمهاتنا وآبائنا وعائلتنا. الريال هذه يبي يسافر، فقال أنا عندي سفر بسافر. هاي قصة قديمة، بسافر وبارجع، ما أدري متى برجع الحين. عاد هلا تقول لزوجتي يلا مع السلامة، وقالت له ما تحمل بنفسك يا ولدي، تحمل بروحك، تدعي له وتطلب له أن الله يوافقه في سفرته. سافر مني، قامت زوجة تعامل الأم معاملة وبعد له، تقول له قومي خمي الحوش. قالت يا بنتي أنا حرمة كبيرة، خم الحوش إن شاء الله. وتقوم تخم الحوش. خلصتي من الحوش؟ ايه يا بنتي خلصت من الحوش. الحين غسلي المواعين. ها المواعين اللي هو ما هي ماكل فيه ونفس ثنتينهم يعني. ليش انت ما تغسلينها يا؟ قلت لا قومي شلي اغسل في البيت، شلي اغسل في البيت، قومي غسلي. تقوم المسكين العيوز وتغسل المواعين. تعبت. الانسان من يكبر ويوصل عقب الخمسين والستين يبقى جسمه يضعف، مو مثل الشباب
العشرينات والثلاثينات والاربعينات نشيطين قوة فيهم، بعدين يبتدي هذه طبيعة البشر، يبتدي الجسم يضعف ما يتحمل التعب الوايد شوية، عقب ما تغسلين المواعين تغسلين الثياب تغسل وتصيح شفتي ليش صحيح ليش صحيح ها ليش صحيح عيارة انت عيارة ثاني ما معيارة انا تعبانة خمت الحوش غسلت المواعين الحين اغسل بعد الثياب قومي تمس يا الله يا وليدي يا الله ترجعت من السفرة بعد تحكين قومت حط بهالجة سلوقة تقول سلوقة هذا سلوقة اللي هي من الرطب يفرقونها اظن شيء وابو كتي بس لابسه ما تنعلج قالت لي هاك مصي هذه السلوقه لان فيه العيوز اوليه ما كانوا يركبون لهم بعد طقم اسنان ما اسنان بس كذا تتم بدون ضروس قامت تتمصصها وسوق تتمص يوم صارت لينه قامت وشالتها من حلجها وحطت لها سلوقه ثانيه لا تقول يابسه ما لينوها كل من لانت خدوها يابسه ما لينوها كل من لانت بس شفتي شفتي شفت لانت قامت حطها هذا اما داي تلين يعني تنصت نصت تلين ما تخليه حتى تاكلها بعد قلت ان شاء الله لاني ولدي ان شاء الله بقول لك كل شيء بعد بتعلمين ولدك علي شوي ولا واحد يدور في الفريج من عنده معي من عنده شيء ببيعه من عنده شيء قامت طلعت هذه المرة صوت تعال 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 قال ايش عنده ايش تبين قالت انا عندي قالت ايش عندك معين قالت لا قالت لا زين عندك ثياب بتبيعينها قالت لا عندك جدور بتبيعينها قالت لا انا عندي مرة ابي ابيعها مرة تبيعينها قالت اي مرة ابيعها ومرة عيوز قالوا وانا شو اسوي في المرة العيوز تعطيني اياها مرة عيوز لا 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 قالت لا انت بتكذب وراها فلوس لون قالت انت خذها وادها معك ديرتكم هناك وهناك هي بتكون تحكي بتقول ومن التحكي حط هذه السلوقه في حلجه وبتسكت والناس بيشوفون هاللون وشيلها من حلجه وبتحكي ويعطونك بيزات قال ها خوش مكذب والله هاتي هاتي قالت عاد عطي دينار قالت تفضل هذه دينار خذ العيوز ويصيح مسكين وطلعها من البيت وداها في بلد ثاني وقام يلسن يقول ليش ما تحكين؟ قالت شو اقول يا ولدي؟ قال هاك هذه افضيها يوم صارت لينه شالها شالها تقول يابسه ما لينوها كل من لانت خذوها باعتني جنينتيه باعتني جنينتيه على جعفر بدينار ويصيح مسكين وليدي غايب في السفر يا ربي تكفيه النار حطه دينار وشوية يبقى بعد ناس صغير وبعد نسيت تتكلم من اللي تيمعه ولدها لأنه هو في سفر وكان في هذه البلد اللي أمه حن اللي يقول من هذه التفت ريال ولا شوف أمه يما وقفت وركض لها ولمها يا يما يما تقول يا ابني يا وليدي زوجتك باعتني قالت لا يقول هذاك اسمه جعفر اللي شاريها ها عطني فلوس عطني فلوس قال له اللي تبي هذه امي حتى المسكين اكثر خوفا هذا امه لمها سامحيني يا يما سامحيني وداها البيت اللي يقول حق زوجته وين امي؟ خلى امه عند الباب. الا تقول برته والله هي طلعت بس ما ادري وين راحت، قال وين راحت؟ طلعي يا امه. قولي يابسه ما لينوها ما قدرت تكمل مسكين وبكت لما امه اللي يقول يلا يا مرتي لا انت زوجتي ولا شيء خذي اغراضك وروحي روحي بيت ابوك. طلق ابوها بعد ما طلقها بعد ها عبى خليها خلاص الأم عندنا أغلى شيء في الوجود الأم والأبو أغلى شيء عندنا في الوجود نحافظ عليهم ونحبهم ولا نتعبهم مثل ما ربونا وإحنا صغار بعد إحنا نعتني فيهم لما يكبرون لأن أبونا وأمنا هما جنتنا ونارنا اللي الله يبي يحبه يحب أبوه وأمه ويطيعهم واللي يبي النار ما يطيعهم ويطلع عن شورهم
هذه قصتنا اليوم أعيالي. الحين شو رايكم نروح نشوف لعبة شعبية؟ حيانة أم الوحدة. حنانة في أم الوحدة. حنانة في أم الوحدة. حنانة في أم الثلاث. حنانة في أم تشبكبك. دقال. حنانة في أم تشبكبك. عيالي الحين بقول لكم بعض الاشياء ابيكم تقولون لي شنو معناها. يقول كل ما طقها تطلع قويه، كل ما طقها تطلع قويه. شلون يعني؟ كل ما اسوي شيء عدل يطلع عكسه. انا عبالي عدل صار خفضا. كل ما اسوي شيء اقول شيء كلام عدل ما تعلق قلبه وضع صار غلط. هاي احمر زين. يقول لك مكسوره وتبرد. أبوي هي كسولة وتسوي شيء صح؟ تسوي شيء صح ولا تسوي شيء؟ هي مثل ما قلت كسولة. لا كسولة حنا تعرف كل شيء مثلا. أو شيء مو هي تعبانة وتسوي حنا شيء طاري. زين زين. يقول لك مثل بغطيناها عون صارت فرعون. لا بغيناك عون بغيناك عون صرت لنا فرعون. تفضل. تربي من الصغر لين كبر، ولين كبر صار شيطان، فصرت لين فرعون يعني. تمنينا تكون زين وتعاوننا لما نكبر. الحين يوم كبرت واحنا كبرنا صرت فرعون صرت ما تطيعنا وغيره، صح؟ زين. زين يقول يبي كحلها وعماها. يبي كحلها وعماها، يعني ابن واحد مثلا اقول لكم انا؟ تعالوا عيوننا اللي قاعدين اكيد يعرفون يبي كحلها وعماها. يعني مثلا ابن واحد مثلا يقول له تعال والله صلح لنا مثلا هذه البانكه ولا شيء. ها يا ابي صلح قام خربها زياده. يا ابي كحل حماها. زين نقول يدهينا لا تنكتين. اي لا على ساعته تدلع وغيره. ايش فيك يدهينا لا تنكتين؟ انت اصطلب خليك عدل خليك ريال يا بنيتي ثبتي نفسك. يدهين تسوي له يدهين لا تنكتين. بس من يقول شيء او من يقول شيء يا صيح ايش فيك انت؟ من يقول لك كلمه يدهين لا تنكتين. اللي اولي شرط اخر نور. انا يس وياك الحين ابي اكتب وياك اتفاقيه ولا شيء. اللي اولي شرط اخر نور. يعني مثال انا الحين سويت شرط مع شخص زين وقلت له او قال لي في النهايه لازم تعطيني مقابل. اي قلت له اوكي عاد انا الحين كملنا اي وكم قال لي يلا وين المقابل مالي؟ لا انت مو قلت لي. قال لي سالي اول شهر ثالث اخر نور. يعني صح صح كلام مضبوط. يعني احنا اتفقنا تفضل اي وين مطلوب ولا شيء. يعني احنا تشرطنا ان تعطيني اول 10 دينار عقب ما نخلص. قال ان شاء الله عقب ما نخلص. لا بس 5 دينار. ليش؟ ما اشترطنا مع بعض الاول شرط اخر نور في هذا الشيء. عيالي طبعا الامثال كثيره والسوالف الاول حلوه، لكن الحين ابي اتكلم شيء عن السمع، عن الوقت وضياع الوقت. واحيانا نقول والله يلا خلينا نقعد نضيع الوقت، او والله بضيع الوقت في الارقام. ليش نضيع الوقت؟ الوقت هذه من عمرنا محسوب علينا نضيعه في الارقام لو احنا محتاجين ننام عشان نقوم ونتنشط. ما ضيع الوقت يلا خلينا نلعب كذي. ما نضيع الوقت. الله سبحانه وتعالى اقسم بالعصر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني لازم هالشكل نصب. الوقت وايد ثمين، مو بس نضيعه كله في اللعب. احنا الله سبحانه وتعالى خلقنا عشان نعبده. اذا ما عندنا شيء نقرا القران، اذا ما عندنا شيء نروح نساعد الناس،
يعني نشتغل مع جمعية نفعية، جمعية تعاونية، جمعية يعني تعمل أشياء للخير، ننضم وياهم، نتعلم شيء زين، نعلم أخواننا، الوقت ما نضيع، نفتح كتبنا، نذاكر، نفتح الجوجل ناخذ معلومات جديدة. هذا الوقت ما يضيع علينا بس كله رقاد وقعدوا لا وقعدوا لا. الوقت وايد ثمين، حافظوا على الوقت عيالي. عيالنا شو رايكم الحين نقول لكم الحين الغاز؟ هني ببين اللفظ الاولي عريانه تكسو كل الناس، عريانه لكن تكسو كل الناس. ها لبرة صح، لبرة عريانة وتقدر تسوي كل الثياب عشانه معنا صح 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 صح. لها أسنان ولا يعض، لها أسنان ولا يعض. طلعي المشط، المشط صح 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 صح. يقول لك طائر يلد ولا يبيض. الخفاش صح، عفي عليك عفي عليك. إنزين ترى كل شيء وليس لها عيون، هي تشوف كل شيء بس ما لها عيون. ترى كل شيء موجود في كل بيت. المنظرة صح صح صح. الحين سؤال لكم وحق بعد المشاهدين هنا، حطوا بالكم زين. عندك ماي وعندك بس مشخال، شلون تنقل الماي في المشخال وتوصله ما يروح منه شيء؟ شلون تنقل الماي في المشخال؟ فكر يا ولد فكر يا بنت. تنقل الماي في المشخال شلون ما يصير؟ بس فكروا في فكروا شو نسوي في الماي؟ قول يا عبد الله. نجمده. نجمده صح صح قوله صح. نجمد الماي حطه في الثلج انت ما تخلي. عيالي هاي كانت اخر فقره عندنا في برنامجنا، اتمنى انكم ان شاء الله استفاديتوا من كل شيء قلناه. اللقاء معكم ان شاء الله باكر باذن الله. الى اللقاء، مع السلامه.